جات كتجسد الواقع اللي كانت كتعيشوا المدينه شحال هذه ديال الغار والحشه واللاندا. وجسدنا الدور ديال احمد بالناس ديال القبائل اللي كانوا قراب الغار، كقبيله ولاد ابراهيم ولاد عزوز وبزاف ديال الدواوير.
بيرسوناج كان ديالو انه عربي ومثل لينا دوك دوك القبائل المجاوره. الدور ديال محمد اي تعتاب والناس ديال الازيلا اللي كان كذلك كيجيو كيخدموا في الغار. وعباس جسدناه بالشخصيه المثقفه اللي كانت في هذيك الحقبه ديال الاستعمار، كانت كتدافع على الارض ديالنا وكتدافع بحرقه على، وكان من واحد من المقاومه. في الاخر كنشكروا الجريده ديالكم على المواكبه ديال لينا حنا. وما علي الا نقول لكم انه يكون العرض نال الاعجاب ديالكم. تبارك الله عليكم. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.